اللي يشوفك يا سعيد يقول داخل مسابقه تاكل على الافطار دهون ولحوم وعيش وعصاير. تريا ساعه وشوف شو بيسوي لك. في اول 20 يوم من رمضان اللي طاف استقبلنا 22,000 حاله طبيه طارئه في اقسام ومراكز هيئه الصحه بدبي. والحالات المرضيه المرتبطه برمضان معظمها بسبب التلبك المعوي وسوء هضم نتيجه التناول المفرط للطعام والشراب على الافطار، مثل حاله سعيد الحينه. اما باقي الحالات فنتيجه ارتفاع درجات الحراره والتعرض للشمس وفقدان الماء من الجسم خلال النهار. على كل حال اقسام الطوارئ في مستشفيات هيئه الصحه بدبي في الخدمه طوال اليوم، والعيادات خلال دوام العمل الخاص برمضان، بينما مركز البرشة ومركز ند الحمر يشتغلون على مدار الساعة حتى وقت الإفطار والسحور يعطيهم العافية. بينما عيادات السكري تسوي حملات توعية لتعريف المصابين كيفية التعامل مع الصيام وطرق أخذ الدواء. هذا الشهر الفضيل يا سعيد عشان تكتمل حلاوته بالعبادة ولمة الأهل والربع لابد من ترك العادات السيئة مثل التدخين، وأكيد ممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن المثالي. وكلنا في هيئة الصحة بدبي نتمنى لكم رمضان مبارك وعساكم دوم بصحة وسعادة.